يقول المثل الطبي إن الأمراض الباطنية تزدهر في وقت السلم، ولكن الجراحة تزدهر في وقت الحرب. ولا توجد أمة في التاريخ كله كانت حياتها كلها جهاد وحروب مثل الأمة الإسلامية. وهنا سوف نرى بالصورة تأثير هذا الجهاد وهذه الحروب على تطور الجراحة في ظل الإسلام. وهذه الصور المنقولة من كتب التراث تبين لنا فضل علماء المسلمين على الجراحة. الصورة الأولى تمثل الأسلحة المختلفة التي كانت تستعمل في القتال في عصور الإسلام المختلفة، وهي تبين مدى ما يمكن أن تحدث من إصابات خطيرة في جسم الإنسان أثناء القتال. المسلمون في فن جبر العظام كما نرى في هذه الصورة، وجراحة العظام وتضميد الجراح، بحيث يقر كثير من علماء الغرب بأن علم جبر العظام العربي ما يزال متفوقا حتى عصرنا هذا في بعض الأحيان على العلم الأوروبي، رغم أنه ما زال يتبع الوسائل الأولى البدائية. وقد تفنن المسلمون في صناعة الجبائر، فاستعملوا جرائد النخل وخشب القصب لصناعة جبائر خفيفة ومتينة. ونرى في هذه الصور عددا من عمليات جبر العظام، مثل خلع العمود الفقري وخلع مفصل الكوع أو القدم والساعد والركبة وغيرها. وبفضل اكتشاف المسلمين للمخدر أو المرقد، فقد تطورت الجراحة بسرعة مذهلة. فهم أول من اكتشف طريقة الغيار المغلق، وأول من قام بخياطة الأعصاب المقطوعة والشرايين المقطوعة، وأول من استعمل خيوطا من جدار أمعاء الغنم الذي كان يستعمل في صناعة أوتار العود، وبذلك يذوب الخيط في الجسم دون حاجة إلى فتحة جديدة لاستخراجه. وقد نبغ المسلمون في العمليات الكبيرة مثل عملية القيصرية. هنا نشاهد عملية القيصرية قام بها المسلمون ونبغوا في أمثال هذه العمليات الكبيرة، كما أنهم قد نبغوا أيضا في الجراحة الدقيقة مثل استئصال اللوزتين واستخراج الحصوة من الكلية أو المثانة، وأجروا عمليات كبيرة لاستئصال السرطان. ويعتبر الزهراوي المولود في الأندلس شيخ الجراحين المسلمين، وهو أول من اخترع عملية تقويم الأسنان بأسلاك من الذهب، وأول من قام بتركيب ضرس من عظم الحيوان. هذه بعض الآلات الجراحية التي كانت تستعمل في عصور الإسلام المختلفة، والتي ذكر الزهراوي جراح الإسلام الأول كيفية استعمالها، والتي ابتكر بعضها بنفسه. هنا ننتقل إلى هذه الوثيقة، وهي منقولة من كتاب من مراجع الطب ومن كتب الطب المعتمدة، التي تقول فيها إن المسلمين هم الذين ابتكروا طريقة الغيار الجاف، وهي طريقة توصل إليها الغرب في الحرب العالمية الثانية، وبفضلها استطاعوا أن ينقذوا
الكثير من الجرحى. هذه الطريقة ابتدأها المسلمون وابتدعوها ونقلها الغرب عنا، ولكن بصورة متأخرة وبعد قرون من اكتشافها. شغل الفتح بن خاقان منصب رئاسة الوزراء في عهد الخليفة العباسي المتوكل بن المعتصم، وكان منذ الصغر ذكيا لامعا يعرف كيف يجيب إذا ما سئل. في صغره زار الخليفة المعتصم أباه في بيته وكان وزيره، فرحب به. وأراد المعتصم أن يداعب الطفل فقال له: أي دار أحسن، داري أم داركم؟ فقال الفتح وكان في العاشرة من عمره: بل دارنا يا أمير المؤمنين. ودهش الخليفة وسأله: ولماذا داركم أحسن من داري؟ فأجاب الفتح: لأنك فيها يا أمير المؤمنين. في مثل هذا اليوم من رمضان عام 24 و100 للهجرة، توفي مدون الحديث الإمام ابن شهاب الزهري. وابن شهاب هو أول من دون الحديث الشريف في عهد عمر بن عبد العزيز. وهو فقيه محدث، واسمه محمد بن مسلم، وهو من التابعين في المدينة المنورة، ورأى 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى عنه مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب، فإنكم لن تجدوا أحدا أعلم بالسنة منه. وهو الذي كانت زوجته تتضايق منه لانشغاله بالكتب وانصرافه إليها. قيل لها يوما: إن زوجك لم يفجعك بضرة. قالت: والله إن كتبه أشد علي من 3 ضرائر. وذهب قولها مثلا لضيق النساء بأزواجهن العلماء وولع العلماء بالكتب حتى لا يحتفلون معها بشيء. بالنسبة للجهاز الهضمي وعلاقة الجهاز الهضمي بالصيام، إذا ما أكل الإنسان الأكلة النوعية الصحيحة والكمية الصحيحة، لابد أنه سيحس أن الجهاز الهضمي مرتاح ولا يوجد فيه أي اضطراب. إما إذا اختار الإنسان كل ما هب دب من الأكلات وخصوصا السكريات والتوابل والفلفل والبهارات، فلا بد أن يأتيه بعد ذلك بقليل اضطرابات معدية ومعوية كثيرة. الإنسان المريض بالقرحة، قرحة المعدة، لا بد
إذا استطاع أن القيام بالصيام، ويوجد كثير من مرضايا يستطيع الصيام ولو عندهم القرحة المعدية، يستطيعوا القيام بالصيام بهدوء وبفائدة أخرى، فيما لو استطاعوا أن يتناولوا كمية الأكل ونوعية الأكل بأصول طبية مضبوطة، على أن يأخذوا العلاج أثناء بعد الفطور وأثناء الليل. نلاحظ أن مريض القرحة إذا ما استطاع الصيام، أدقق أعيد هذه الجملة مرة أخرى، إذا ما استطاع الصيام، أما الإنسان المريض بالمعدة وقرحة المعدة إذا لم يستطع الصيام من تكوين الكثير من الأحماض في المعدة، فيجب عليه أن لا يصوم. ونجد أن الكثير من الأمراض الجهاز الهضمي تكثر أثناء فترة شهر رمضان بعد الفطور مباشرة، فنجد أن عيادات الحوادث في المستشفيات يكثر فيها المرضى الذين يشكون من القيء والإسهال ووجع البطن كله بعد فترة الصيام. وكثيرا ما نجد أن المرضى اللي عندهم قرحة المعدة يأتيهم انفجار بعد ما يأكلوا بعد الفطور مباشرة، وتنتهي بهم المشكلة إلى غرفة العمليات. فيجب عليهم أن يختاروا كمية الأكل ونوعية الأكل المضبوطة إذا ما استطاعوا الصيام، وبعد ذلك بين فترة الفطور والسحور عليهم أن لا يتناولوا الكثير من الأكلات المختلفة مثل الحلويات والنشويات الكثيرة. وفي الختام، إذا ما أردت أن أنصح أي إنسان، فيجب عليه أن اتباع الطرق الصحيحة في الأكل أثناء تأدية هذا الشهر، ولا بد أن يجد نفسه في آخر الشهر وقد استفاد الفائدة الكثيرة من هذا الشهر الكريم. وإنما مع فيلسوف عربي اهتم بالموسيقى اهتماما خاصا. لقد اهتممت فعلا بالموسيقى وشغلتني، ولعلك تعرف أني أضفت وترا خامسا إلى العود بعد أن كانت أوتاره أربعة. وسمعنا أنك أيضا ابتكرت آلة موسيقية أخرى. تقصد القانون؟ نعم هذا صحيح، لقد وضعت أصوله وقواعده وأنا الذي ابتكرته. إذن أنت نستطيع أن نقول صانع آلات موسيقية وأيضا عازف. أنا فيلسوف يا سيد. والموسيقى كانت هوايتك؟ الموسيقى علم. نعم. هو فرع من الفلسفة. نعم. ولذلك كان اهتمامي بالموسيقى من الناحية العلمية وأساس تركيبها الهندسي. ومن هذا المنطلق اهتديت إلى آلة القانون. وأنت تعزف على القانون؟ أعزف على القانون وأعزف على العود، ولكني لست محترفا، مهمته إطراب المستمعين. مع ذلك تروى عنك حادثة طريفة، يقال أنك كنت تعزف فيضحك المستمعون فتغير العزف ويبكي المستمعون، ثم أغيره مرة ثالثة فينام المستمعون. للموسيقى تأثير عظيم على النفس البشرية. هذا صحيح،
وقد بلغ يبدو اهتمامك بالموسيقى حدا كبيرا حتى أنك وضعت كتابا عنها. نعم، وضعت كتابا اسمه كتاب الموسيقى الكبير. هذا الكتاب بلغ من الأهمية شأوا كبيرا، وحتى أنه ترجم إلى مختلف اللغات الأوروبية، وآخرها قبل حوالي 50 سنة حيث ترجم إلى اللغة الفرنسية، ويقال أنه من أعظم مؤلفات العرب عن الموسيقى. أهو كذلك؟ هكذا يقول الباحثون والدارسون. الحمد لله. قبل أن نسترسل في الحديث عنك وعن مؤلفاتك، هل يمكن أن تخبر المشاهدين من أنت؟ أنا أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، ولدت في منتصف القرن الثاني للهجرة. استوطنت بغداد حيث تعلمت فيها الفلسفة، ثم اتصلت بسيف الدولة وقربني منه كثيرا وعملت لديه وأكرمني، وتوفيت 39 و300 للهجرة. لقبك العرب بالمعلم الثاني، فمن هو المعلم الأول؟ اهتم العرب والمسلمون اهتماما كبيرا بالفلسفة اليونانية، صحيح، وترجموا كتبها إلى اللغة العربية، وقد أعجبهم إعجابا كثيرا أرسطوطاليس، فأطلقوا عليه لقب المعلم الأول. إذن المعلم الأول هو أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، وأنت أيضا كنت مهتما بأرسطوطاليس. واهتممت أيضا بأفلاطون، وقد حاولت جاهدا التوفيق بين آراء هذين الحكيمين الكبيرين. وأيضا أنت وضعت كتابا على نسق جمهورية أفلاطون. وضعت كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، تحدثت فيه عن دولة يحكمها الفلاسفة، وكنت حريصا أشد الحرص على تطويع الفلسفة للتربية والمفاهيم الإسلامية العميقة. الفلسفة عندي هي العلم بالموجودات بما هي موجودة، ولقد قسمت الكون والأشياء إلى مراتب. عفوا، لا أعتقد أننا في هذا اللقاء القصير نستطيع أن نناقش آراء الفارابي الفلسفية، ويكفي الآن أن نتعرف عليك وعلى أهم مؤلفاتك. كانت تعنيني دائما المسائل المتعلقة بالعقل، المعرفة، الإحساس، الإرادة، العقل الفعال الذي يمنح الإنسان المقدرة على الإتيان بالأعمال العظيمة. صحيح، وآراءك السديدة والعظيمة هذه مسطرة في كتبك، وأنت كنت واحدا من القمم الشامخة في الفكر الإسلامي. ولكن في ختام هذا اللقاء ربما نتعرف على بعض مؤلفاتك الأخرى. لي عدد من المؤلفات، منها إحصاء العلوم، معاني العقل، آراء أهل المدينة الفاضلة التي تحدثنا عنه قبل قليل، أغراض أرسطو وأفلاطون، وكتاب الموسيقى الكبير. شكرا لك أبا نصر على هذا الحديث القصير الشيق. شكرا لك. قبل حوالي 30 سنة احتفل بالذكرى السنوية 1000 لوفاة الفارابي، فقد توفي هذا الفيلسوف الكبير في سنة 950 ميلادية الموافق 339 هجرية. بالنسبة للفنان، ليالي رمضان لها ميزة خاصة، التسجيل يحلى بليالي رمضان، البروفات، العرض المسرحي يكون له طعم خاص برمضان، حتى عند الجمهور يتهيأ لي، لأن السهر فيه طويل وفي مجال أكبر أن الواحد يمتع نفسه بساعات أطول. أذكر أن احنا في رمضان كنا نعمل مسرحية، إحدى المسرحيات، فعملنا بروفات من بعد الفطور على طول لغاية السحور، تسحرنا وردينا، وكذا مرة أيضا بالتلفزيون أيام تصوير وبالإذاعة، فما نحس في الساعات الطويلة اللي تمر. يمكن الفنان يكون محروم من بعض الأشياء اللي هي القاعدة في البيت
وزيارة الأصدقاء والغبقات، بس يعوضها باجتماعها مع زملائها في المسرح أو بالإذاعة أو بالتلفزيون. يمكن رمضان هم يكون لميزة خاصة عند الأطفال. الأطفال يبدعون في لعبهم ولعابهم برمضان، ويتسلون أكثر بالليل مثل أيام القرقيعان بعد الفطور، أو حتى انتظارهم قبل الفطور للمدفع تلقاهم متجمعين أصواتهم أغانيهم. أول ما يضرب المدفع أيوا البيت فطرون، بعد الفطور على طول تلقاهم برا. خلونا نتكلم عن الطفل في السابق. الطفل في السابق تقريبا يعني لو قلنا ليالي رمضان بالنسبة للطفل نفسها هي بالنسبة للعب، لكن بالنسبة للألعاب الطفل في السابق كان يحاول تصنيع ألعابه، يعني لعبة لو قلنا السيارة، العروسة، أي شيء ممكن يلعب فيه الطفل متوفر له الحين ما كان متوفر له بالأول كان هو يصنعه. مثلا يعني البنت لما تحب يكون عندها عروسة كنا نعملها من خشب، من عودان شبريت، نحط عودين ونربطهم بخيط، أو من مغاطي بطول العصير نلبسهم خرجة بيضة نعمل لها عيون نعمل لها كذا حلج بالقلم نرسمها تبقى عروسة. بس الحين الطفل وين ما يلتفت يلقى محل ألعاب كل شيء متوفر له. يعني أذكر أن أنا من مدة صورت تمثيلية سهرة اسمها غدا أمي قالت لي. الطفلة في التمثيلية متوفر لها كل شيء، جميع أنواع الألعاب، الملابس، الأشياء هذه، لكن ينقصها الرعاية والاهتمام من الأبوين. في وقتنا هذا يمكن المظاهر، الفلوس، السوق أخذ الأب والأم. كان الأب من ناحية مالية فتلقى وراء الفلوس، والأم أيضا من ناحية السوق، زيارة الصديقات، كوافير، محلات. فالمفروض أن يكون للطفل اهتمام أكبر ورعاية أكثر. احنا مثل ما قلت كنا نفتقر لأشياء كثيرة في السابق، لكن كنا نلقى الألفة والجمعة في البيت أكثر من الحين. وعساكم تعودون. أهلا وسهلا. المغرب على وشك الحلول، عن إذنك دقيقة واحدة حتى آتي بالطعام ونأكل سويا. لا والله العظيم أنا أكل وحدي، وأنت اذهب وكل مع أسرتك ولك دعاء الصالح. حسنا تفضل اجلس اجلس تفضل. الحمد لله. وحلف عليك أن يأكل وحده؟ نعم، مع أنه من تمام البر أن آكل معه. طبعا، ولقد أتيت به اليوم امتثالا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. عليه الصلاة والسلام. لقد رأيته وأنا قادم، رأيته مسكينا فقيرا فأتيت به لأفطره، لأن من يفطر صائما فله ثواب عظيم كما سمعتم، وشر أطعمة البيوت طعام لا يأكل منه الفقراء، ونحن المسلمين أهل معروف وصدقة وإطعام طعام. الحمد لله. أبي أحببت لنا الحديث في رمضان، وخاصة أن تكون حديثنا عن الإفطار علميا. نعم، وهذا دأبنا حتى الآن. فعندي موضوع حديث. تفضل عجل به. ما هو المستحب في رمضان؟ حتى نأتيها فنفوز إن شاء الله ويكون صيامنا كاملا.
حبا وكرامة. يستحب للصائم تعجيل الفطور وتأجيل السحور، ويستحب له السحور أصلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وأقل السحور يكفي ولو شربة ماء. واضح. وعلى الصائم أيضا أن يتجنب لغو الحديث وما لا فائدة منه. يعني الغيبة والنميمة؟ لا، الغيبة والنميمة محرمتان في رمضان وفي غير رمضان، ولكن تحريمهما في رمضان أكثر. أما لغو الكلام فهو هذه الثرثرة التي يتناقلها الناس في البيوت والأسواق، والإمساك عنها أفضل ليتفرغ الصائم لذكر الله. أرى أن الإمساك عن اللغو محمود في رمضان وفي غيره. أصبت. فرمضان إذن دورة تدريبية إن صح هذا التعبير للكف عن اللغو. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. جميل جدا. ويستحب للصائم أيضا أن يكثر من قراءة القرآن والصلاة، وأعني صلاة النافلة، وهذا بخلاف صلاة الفرض فهي واجبة بالتأكيد. طبعا. كما يستحب له أيضا الإكثار من الصدقات والبر بذوي الأرحام وغيرهم، كما فعلت أنا مع ذلك الفقير الذي أتيت به. ألا تقوم فتتفقده؟ بلى. الحمد لله. الحمد لله. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. أكل طعامكم الأبرار، اللهم ارزقه وعافه يا رب العالمين، لأنه فطرني وأنا فقير. بارك الله فيك. عن إذنك. تفضل. تفضل. مع السلامة. مع السلامة. عفوا، هل لي بكلمة؟ تفضل. انظر ثيابي، هل عندك ثوب قديم؟ عندي. ما رأيك في هذا القميص؟ هل ينفع؟ شكرا، إنه جميل، لكن أتمنى أن يكون عندي بنطال يلائم لون هذا القميص، مثل هذا مثلا. حسنا، تفضل. شكرا. لو سمحت. نعم. هل عندك جراب عتيق ألبسه؟ جراب؟ عندي. تفضل. شكرا. وما دمنا قد وصلنا إلى القدمين، عندك حذاء؟ عندي، ولكنه حذاء رياضة قياس 46، ينفع؟ ينفع. Thank you.
خبز وبارود رواية فلسطينية أتحدث بها عن الشعب الفلسطيني بين عامي 36 والتسعة وتلاتين. بالستة وتلاتين يعني كنت في بداية يعني إدراكي وتذكري للحياة. الستة وتلاتين كانت أيام الثورة، الثورة الفلسطينية العارمة التي دامت ثلاث سنوات، والتي بدأت بإضراب دام ستة أشهر كاملة. يعني في الواقع بدايات تذكري للأمور كانت عبارة عن إطلاق نار في كل مكان، وأنا أتشبث بعمتي، كان أخت أبي كانت تعيش معنا، وأناديها خائفا مرتعشا طبعا كطفل. هذه بدايات الأمور، وبعد ذلك بدأت أسمع وأعي بعض الأشياء. ثم عندما كتبت الرواية بدأ الوالد رحمه الله وجيراننا يتحدثون عن ذكرياتهم في الثورة. جمعت هذه المعلومات وخرجت منها برواية سميتها خبز وبارود. العنوان الحقيقة منتزع من حادثة في القصة نفسها، جار أعرفه، جارنا، وهذا حدث فعلا. خرج ليحضر خبزا إلى أهله، فوهو عائد حصل منع تجول. منع التجول، وقف الجنود الإنجليز في الحارات ومنعوا الناس من العودة أو الخروج إلى بيوتهم. وهو عائد أطلقوا عليه النار فقتل، وامتزج البارود، امتزج دمه بالخبز. هذا منظر عجيب يعني لا يمكن أن ينسى. هذا حدث فعلا، فسميت الرواية خبز وبارود. مولاي الطاهر بيبرس، ها هنا في هذه القصة خطوط علماء دمشق، وهم هنا حضور وتوقيعاتهم، وأنا لك أن تأخذ من تجار الشام مبالغ لإعداد جيشك الزاحف إلى حرب التتار. أحقا؟ أحسنتم، أنتم تعلمون أننا لا نأخذ المال لأنفسنا، ولكن الدفاع عن الحوزة وصد الكفرة. وهؤلاء التتار قد زحفوا جديدا، فجئت من مصر لحربهم، فاحتجت مالا، فما أحببت أخذه حتى تفتوني يا علماء دمشق، فقد أفتيتموني. فالآن يدفع الناس عن طواعية ما دمتم قد وضعتم خطوطكم وتوقيعاتكم على هذه القصة. مولاي ينبغي أن يعلم شيئا، ليس كل علماء دمشق وقع وأفتى. ولا من هذا ومن بقي؟ رئيسهم وكبيرهم لن يدفع لك الشاميون قرشا واحدا إن لم يوقع هو. من هذا؟ أنا أيها الملك. ماذا؟ أبو زكريا لم يوقع؟ لم يوقع؟ نعم لم أوقع ولن أوقع، وإله من هذا؟ إذن أفرحتني عبثا يا وزير. ماذا أصنع يا مولاي؟ فقد وقع الجميع وأبى النووي، ثم قال أنا أحضر فأفهم الملك. إذن فقل ما عندك يا أبا زكريا. لا يحل لك أن تأخذ من الناس شيئا. لا يحل لي؟ لماذا؟ لأن عندك المال. عندي؟ وما يدريك أنت إن كان عندي؟ أفتعرف ما تحتاجه الجيوش من تجهيز؟ أو تعرف من نقاتل اليوم؟ التتار. ويحك يا عالم الشام، إن قطز كان قاتلهم في عين جالوت ومحقهم،
وبقيت منهم اليوم بقايا ولا بد من محقها. أفأجيء من مصر لحربهم وأطلب مالا فتمنعه عني؟ نعم أمنعه. وهؤلاء علماء وكلهم فقيه شيخ عالم، كل شاة برجلها تناط. ثم إنه يوم القيامة عندما يحشر الناس للحساب، كل نفس بما كسبت رهينة. أو ترى جمع المال للجهاد حراما؟ نعم. لماذا يا أبا زكريا؟ لأني سمعت أن عندك 1000 مملوك، لكل مملوك عباءة موشاة بالذهب، وعندك مثل هذا من الجواري، عندهن فصوص الجواهر والياقوت، فبع هذا وأنزله إلى ساحة الجهاد، فإن لم يكفي حينئذ أفتي لك بجمع ما تريد من عباد الله. ماذا تقول؟ أو بلغ بك الأمر أن تتحدث عن خاص أهلي؟ اسمع يا والي دمشق. مولاي، قد عزلنا محي الدين النووي هذا عن دار الحديث وعن خطابة دمشق وعن كل منصب كان له، لا أريده في وظائف دولتي. افعل ما تشاء، فلن أساكنك في بلد ولن أمكث في دمشق ولك حكم فيها. الساعة أرحل إلى بلدي نوى في حوران، فإنه لا مقام لعالم عند سلطان يكره قولة الحق. نفيت نفسك إلى نوى يا أبا زكريا، وكانت دمشق لك ساحة وميدانا. ويحك، لا تسمي عودة الرجل إلى وطنه نفيا. يا أبا زكريا، أكان لزاما عليك أن تجابه الملك الظاهر بما جابت؟ ألا كنت لا ينت كما فعل الفقهاء فأبقاك في منصبك وجاهك؟ يرحمك الله، إن جاهي هو ما فعلت. أكون قد خنت ديني وعلمي لو لم أقل ما أؤمن به. ألم تعلم أن الظاهر لم يجمع المال من الناس وإنما أنفق مما عنده؟ لقد أثمر الدرس، وإن جاء هذا على حسابي فإن الله عنده خير الجزاء. ها قد مرت الأيام وما أراك إلا أنسيت في هذه القرية. يا أبا زكريا. الوالي، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد مات الملك الظاهر. مات بيبرس يرحمه الله. وأبلغت أنه ندم على ما فعله معك، وها قد خلت لك الطريق إلى دمشق وما كنت فيه، وها قد انتصرت مع بيبرس على التتار. قل انتصر الشر. نحن حماة وجنود، أنتم تحمون الأراضين والديار، ونحن نحمي القانون والشريعة بإذن الله.